بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول في كلماته الشريفه المنيفه ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احلى ان تكون باسما مع كل الناس وما اجمل ان تلقى الناس بقلب سليم اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده وأسعد فيها بصحبه في الشيخ حافظ عبد الحليم هذا الذي نتحاور فيه دائما من خلال هذه المعاني المهمه شيخ حافظ اهلا بك اهلا بحضرتك يا استاذنا ربنا يبارك فيك شيخ حافظ ما عند الله لا ينال الا بطاعه صحيح وما اجمل ان تكون دائما حياة هذه الحياه مليئه بالطاعات فما معنى الطاعه الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج كل من قصدنا في حاجة يا رب العالمين اللهم أمين في عندنا بعض المفردات والمصطلحات بنستخدمها كتير جدا سواء كنا بنقراها في القرآن أو بنتعامل بها في حياتنا عندنا مفرد مفردة الطاعة اللي حضرتك ذكرتها وفي مفردة تانية اسمها العبادة وفي مفردة تانية اسمها العادة وفي مفرده تالت رابعه اسمها المعامله ففي فروق بين الطاعه والعباده والعاده والمعامله الطاعه يدخل فيها كل احد الطاعه هو انك انت تسمع كلام حد او تتبع حد الاتباع والاتباع بيكون لله ولغير الله سبحانه وتعالى فيما لا عباده فيه ما لا يترتب عليه جنه ولا نار عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم أمر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والله سبحانه وتعالى ذم الطاعة العمياء الغير مستندة إلى شرع فقال سبحانه وتعالى حكاية عن المشركين وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل طيب العبادة العبادة مختلفة العبادة مختصة لله سبحانه وتعالى فقط يبقى الطاعة أعم أنت تطيع الله سبحانه وتعالى وتتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم لكن تعبد الله سبحانه وتعالى أو تعبدك الله سبحانه وتعالى بأمور فاضل إيه تاني العادة العادة هي ما ألفه الناس من حياتهم سواء كانت تعارفوا عليه أو إنسان واحد متعود بيمشي بشكل سريع واحد بيمشي بشكل بطيء واحد بيحب يلبس لون أخضر والتاني بيحب يلبس لون أزرق هذه عادات واحد يحب يأكل مثلا جزء معين في في الدبيحة دي عادات وفي المعاملات اللي بيدخل فيها عموم البيع والشراء والتعاملات العاديه بين بين الخلق وبين الناس. هذه الفروق مهم جدا ان احنا نفهمها عشان لما ادخل اقول كلمه الطاعه معناها ايه؟ يبقى نفهم ان الطاعه قد تبرز لله ولغير الله. والطاعه سبحان... لله سبحانه وتعالى تدخل في عمومها في عموم العبوديه لله سبحانه وتعالى انك انت طاعتك لله معناها عبوديه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يامرك. انت اطعت الله سبحانه وتعالى في امره فانت داخل في العباده، بقى انت انتقلت الان من الطاعه الى العباده اللي هي بيفرق بينها وبين العاده النيه. <applause> معذره اذا يعني آه. اسمح لي في بتفضل. في هذه الفاصله اللي حضرتك وقفت عندها في الكلام اسال سؤال هل بالامكان ان تتحول العاده الى طاعه؟ اه طبعا ازاي؟ أول حاجة نفرق بين العادة اللي هي لا يترتب عليها جزاء أو جنة أو نار زي الأكل والشرب ده أمر الأصل فيها إنها مباحة العادة عادة. الأصل في العادة بخلاف العبادة الأصل فيها إنها إيه؟ محظورة لا عبادة إلا بنص أو بأمر إلهي أو بأمر نبوي واضح وصريح لكن العبادة العادة ما لا تنتقل إلى العبادة العادة لا تنتقل إلى العبادة أو يؤجر المرء عليها إلا إذا جاءت بنص شريف يبقى العاده لا تخرج الى العباده الا بنص شريف. زي ايه؟ زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجد ان من عاده الناس انهم يطعمون الطعام. هذه كانوا يفعلونها على مجرى العاده انه يطعم الطعام ويجير ويغيث الملهوف ويعني ويقرئ الضيف فهذه عاده كانت عاده الضيف عندها. يعني أيوه. آه. كانت عاده عندهم. آه. لما جاء الشرع الشريف النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها من العبادات كنا ان انت تعمل ده فانت صرت تتقبل الله سبحانه وتعالى بهذا الامر. طب احنا الان الان انقضى التشريع النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان المشرع الذي ياتيه الوحي من السماء فهذا هو التشريع طب انقضى فصارت العاده هي العاده لا تنتقل الى عباده ولكن في حاجه فاصل كده شعرايه بينهم في عاده حسنه وفي عاده سيئه والعاده الحسنه توصلك للعباده طيب او ممكن ان انت تتاسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه هي النقطه العادة. ان تتاسى بما النبي. كان يفعله سيدنا صلى الله عليه وسلم أيوة في طعامه في, طعام في شرابه في, في مشيته في دخوله للمسجد وفي خروجه في دخوله للبيت لا الدخول للمسجد وخروج للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم دي صارت عباده لان في آه نص فيها نص لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني كان يحب لبس الوان معينه طيب انا حبيت الملابس دي حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحت العاده هنا اصبحت العاده هنا تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانا ماجور عليها تأ... لتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا اثم لو خالفته تمام النبي صلى الله عليه وسلم يحب مثلا اكل امور معينه طب انا دلوقتي صحتي عندي مشكله مع اكل الحلويات مثلا م -م. النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب اكل الحلو طب انا دلوقتي عندي مشكله مع اكل الحلو <applause> هعمل ده واقول ان انا بتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم واضر نفسي <applause> لا كده انا خرجت عن فهمي للايه للعبادة وخليت العادة تنتقل إلى العبادة وأضريت بنفسي لكن لا العادة لها أماكنها والعبادة لها أماكنها العبادة مرتبطة بنص شرعي أما العادة لا يحدها نص شرعي لا يحدها نص شرعي طيب الصحابة كانوا بيتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقته صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولكن كان عندهم فهم إن هذه ليست من العبادة يعني سيدنا الإمام علي رضي الله عنه كرّب وجهه ورضي عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم آه وقف كده في في الكوفه وشرب واقفا فقال سيدنا علي قال انه قد بلغنا ان اناسا يكرهون الشرب واقفا وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كره الشرب واقفا هنا سيدنا الامام علي عرف الناس ان هذه من العادات وليس من العادات وليست من العبادات بفعله لان الناس لو اخذتها على انها عباده انت بتشرب وانت قاعد ده عباده فيها كراهيه يبقى وكراه. معنى كده آه. ان انت ايه دخلت في دائره الكراهه لما تشرب آه. وانت واقف آه. لكن سيدنا الامام علي لفهمه النبي صلى الله عليه وسلم وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم فراح وقف وقال لقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو شربي هذا يعني وهو واقف وهنا الانسان يبدا يغير في مفاهيم الناس الانسان المسؤول يغير في مفاهيم الناس بالفعل وبالقول زي ما عمل مين سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم وجهه غير مفهوم عند الناس خطا بالفعل هو شرب وبالقول ان هو نبههم ان هذه ليست عباده تتعبدون الله سبحانه وتعالى بها منذ قليل أو ذكر الشيخ حافظ النية المنطلق هنا النية والنية محلها القلب أيوه القلب أين المكانة للقلب في كل أعمالنا سواء في الطاعة سواء كان في العادة في العبادة أو العادة الإنسان ممكن يفعل العبادة وتصير عادة العبادة قد تصير عادة ولكن العادة لا تصير عبادة ما فيش العكس م. يعني ما ينفعش عادة تصير عبادة ما ينفعش أنا بحب يعني أسرح شعري بطريقة معينة اعتدت على ذلك أو تعودت أن أنا كل يوم الصبح بعمل حاجة معينة بشرب كوبايه ميه او مثلا باكل اكله معينه فصارت عاده فما ينفعش العاده أنت تنتقل الى ايه؟ الى مرتبه العباده. لكن الانسان ممكن يقع في محظور ان هو ينقل العباده الى عاده بمخالفه النيه. يعني بنيتي لان الفارق بين العاده والعباده هو النيه. انا بتعبد لله سبحانه وتعالى. انا ممكن دلوقتي اروح واحد يروح يكشف عنده مشكله في ظهره مثلا. عنده مشكله في القطنيه فيروح للدكتور الدكتور يقول له العلاج بتاعك إنك أنت هتعمل هيئات الصلاة فأنا بعمل هيئة الصلاة الآن تطببا وتداويا طلب مم. للشفاء بأمر الدكتور بأمر الطبيب فأنا بعمل ده تطببا طلب للعلاج بعمله زي زي اللي بيروح يصلي في المسجد بالظبط اللي بيروح يصلي في المسجد في نيته أنه أستجيب لله وللرسول أنا بأؤدي عبادة الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام وفريضة افترضها الله عز وجل علي فأنا بعملها بهذه النية مع نفس الحركات هي اللي تؤدى هنا هي اللي تؤدى هنا الثاني له الأجر الكامل وتسقط عنه الفريضة أما الأول لا تسقط عنه الفريضة لأنه لم ينوي أن هذه الصلاة يؤديها لله سبحانه وتعالى حتى لو في وقت النافلة لا يؤجر عليه لأنه هو أخرجها عشان كده في شرطين أمرين مهمين جدا للعبادة أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى الشرط الأول المتابعة إنك أنت بتفعل هذا الأمر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في شرع أمر به وأنك مأمور بهذا الأمر أنت مأمور بهذا مأمور تصلي مأمور تصوم مأمور أن أنت تحج مأمور أن أنت تزكي فأنت بتعمل ده لأمر أنت تفعله زي أركان الإسلام وزي حاجات كتيرة جدا في العبادات اللي احنا بنعملها طب أنا بعمل ده متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنا ممكن أصلي الظهر خمس ركعات ممكن أصلي العصر خمس ركعات لقيت صحتي كويسه كده قلت المغرب ليه ثلاث ركعات ما انا زي الفل اهوت وقاعد طول النهار في البيت اروح مصلي المغرب أربع ركعات. أنا فعلاً عملت تأث... أنا عملت متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا عملت مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخالف مخالف, مخالف. ل... مخالف. للأمر الإلهي. أنت مخالف. طب أنا كده مخالف مع إن نيتي عبادة لله سبحانه وتعالى. لا. أزود خرجت. بقى. عايز أزود يعني. كده <applause> كده آه. <applause> خرجت. م. يبقى ده الأمر الأول ال... 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 الاتباع والإيه؟ والإخلاص أو أن يكون العمل مقصود به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإسقاط العبادة اللي أنا مأمور بها لله سبحانه وتعالى. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قالوا في القرآن الكريم قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعني إيه مخلصين؟ يعني أن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى أنا أتعبد لله سبحانه وتعالى بما أمرني الله لا بما جاء في خاطري وفي هواي طب شيخ حافظ أنا بطلع الصبح الشغل بتاعي أيوة وبقول يا سلام أنا نويت يعني يكون هذا العمل يعني بما أن الله أمرني بأن أعمل فأنا طالع أعمل وده يعني نويت إني أهب يعني كل ما أفعله ما أفعله لوجه الله سبحانه وتعالى ألا أثاب وأنا أعمل وأؤدي واجبي في مكاني ده بيشتغل في مكانه وده بيشتغل في مكانه وده بيخلص في مكانه وبسمع كلام سيدنا النبي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه في هذه الأمور وفي استلهامي لهذه الأحاديث أليس في هذا طاعة لله سبحانه وتعالى ودي عادات في الحياة ودي مسار الحياة بتاعنا ده ده يعني في مفهوم مفهوم او صميم فهم الانسان لمقصد الدين. ليه؟ اصل العباده احنا هنقول كده ان ان العباده برواز او او خطوط عريضه كده الانسان بيعملها. داخل من جملتها العمل بصفه عامه، يبقى يعني العمل بصفه عامه انت الانسان مامور به وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول المؤمنون. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في يد سيدنا معاذ يقول هذه يد يحبها الله ورسوله كانت تعمل والانبياء كانوا يعملون ولهم حرف وعمارة الارض اصلا مسؤولية الانسان هو انشاكم للأرض الارض واستعمركم فيه يبقى انا كوني ان انا بروح اشتغل وبأعمل انا الان بأؤدي عبادة تمام طب انا بؤدي العبادة دي في طرق لاداء العبادة واحد بيؤدي العبادة وعد على المكتب واحد بيؤدي العبادة هو بيزرع في الارض واحد بيؤدي العبادة هو بينشئ مكان سكني فكل واحد له طريقته اللي هي فيها داخل بقى العادة نفسها طيب في واحد عاوز يحلي هذه العبادة أي يحل هذه العبادة نروح بقى تحلية العبادة هنروح بس للتقرير معانا دلوقتي هنشوف في هذا التقرير تفاصيل كتيرة بتدفعنا دفعا لأن نكون معا في طريق الخير ابقوا معنا دائما قلبك هيدلك مؤسسة نبض الحياة دائما بتدلنا على كل خير مسجد النور بقرية فدان الفقي سيدي سالم بكفر الشيخ جهود مؤسسة نبض الحياة في مبادرة إعمار المساجد لا زالت مستمرة في إطار حملة بناء وإعمار بيوت الله عز وجل مع مؤسسة نبض الحياة بنين اللي حضراتكم الصورة النهاردة من على أرض الواقع من مسجد فدان الفقي التابع لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ من أراد أن يكون له بيتاً في الجنة فليكن مع مؤسسة نبض الحياة في فضل إعمار وبناء المساجد ليكون له بيتا كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. النهارده المسجد فتح أبوابه لجميع أهل الخير. بيقول يا باغي الخير أقبل. بعد ما شفنا النهاردة على أرض الواقع صب خرسانة هذا المسجد وضع حجر الأساس أيوة اللي انتم شايفونه النهاردة ده حجر أساس هذا المكان بكرة إن شاء الله عز وجل حضرتك تقدر تحط بصمتك في المكان ده من خلال باب الكهرباء من خلال باب السباكة من خلال أعمال الصيانة الموجودة داخل المسجد من خلال سيستم الصوت من خلال فرش المسجد من خلال البلاط بتاع المسجد، من خلال بناء الجدران لهذا المكان، من خلال بناء مأذنة هذا المسجد. من بعد النهارده بإذن رب العالمين هنبدأ نشتغل في المراحل اللي جايه، وإن شاء الله هي مرحلة العمدان، وبعد كده سقف الحمامات، وبعد كده السقف، وإن شاء الله تتوالى بعد كده أعمال التشطيبات للمسجد لحد ما نخلصه ويكون جاهز للمصلين. فرحة الأهالي كانت كبيرة. لسرعة تنفيذ نبض الحياة ما وعدت به في الهدم والبدء في أعمال البناء في وقت قياسي النهاردة بنشوف حالة مختلفة حالة مختلفة من الأجواء في العمل حالة مختلفة من الفرحة والسعادة وكأن الله سبحانه وتعالى يردي قلوب أهل هذه البلدة الكرام إن المسجد اللي كان نفسهم بقالهم سنوات والسنوات وإن هم يقوموا على إحلاله وتجديده وانقطعت بهم النفقة عن أن يقوموا بهذا ربنا يبعث لهم مؤسسة نبض الحياة وربنا يبعث لهم أهل الخير مؤسسة نبض الحياة بتسعى في كل مرحلة إنها توثقها لحضراتكم وتنقلها بالصوت والصورة عشان كل واحد ليه جنيه في المسجد يبقى حاسس إن الجنيه ده بتاعه بيكبر عند ربنا مش بيكبر في الدنيا بس إحنا منتظرين تبرعات حضراتكم على 15 740 عشان تقول أنا معاكم في أي مرحلة حتى لو كان المبلغ قليل، حتى لو كان المبلغ قليل. لسه المسجد محتاج لمزيد من التبرعات عشان يتم الانتهاء من بنائه. أهلا بحضراتكم، الخير كل الخير ان انك تعمل الخير، الخير كل الخير ان الطاعة تكون في كل حاجة في حياتك. شيخ حافظ واحنا بنشوف دلوقتي التقرير اللي معانا ده تقرير عن المساجد ده تقرير عن بناء المساجد ده تقرير في المكان اللي الطاعه فيه بتتعنون انت عارف يعني ايه عنوانة الطاعه في المكان ده ان صح التعبير دي الطاعه بقى اه هي دي الطاعه ودي العباده العبادة, دي العباده العباده بقى دي صميم العباده آه احنا قبل ما نطلع نشوف التقرير الجميل ده سبحان الله يعني والتقرير هو يعني اللي سلمنا وفرض علينا نتكلم في, في الجزئيه دي كنا بنتكلم عن التحليه يعني كلمت حضرتك عن العمل الناس بتروح عملها وبتشتغل فده يدخل في عموم العباده قلنا ان العمل في حد ذاته عباده اللي جوه العمل نفسه تحليه للعباده زي المسجد اللي معانا ده هو احنا ما كناش قادرين ان احنا نبني المسجد على ارضيه عاديه من غير ما نعمل الاواعد دي تنصب الاواعد ونعمل الحصيره الخرسانيه زي ما علمونا كده اساتذتنا في الهندسه مش كنا احنا قادرين نبني المسجد وخلاص بالطوب كده ونقول اي حاجه تصلوا فيها وخلاص كنا قادرين ولا ما كناش قادرين كنا قادرين نعمل ده طبعا هنا بقى التحليه هي دي تحليه العمل اللي هو بيدخل فيه الاتقان وبيدخل فيه الايه الاحسان واحسنه ان الله يحب المحسنين عشان كده كون ان مسجد تتولاه وتتولى بناء مؤسسه وعمل مؤسسي بيفرق جدا في خروج المنتج وبخروج الصرح العظيم ده على اكمل وجه وده هتلاقيه في كل مساجدنا المسجد بقى اللي موجود معانا ده اللي احنا شفناه في التقرير مسجد ليه حاله كده جميله قوي من الخصوصيه ليه يعني في اغلب المساجد اللي بدانا نشتغل فيها كان بيبقى في بين المرحله والمرحله فتره زمنيه لحد لما نقدر نكون جمعنا مثلا تبرعاتك في ان احنا نعمل المرحله ونشتغل في المرحله التي تليها ممكن ناخد وقت بتوصل لشهر او شهرين لكن المسجد ده ما شاء الله لا قوه الا بالله المراحل متتابعة فيه بشكل جميل جدا يا استاذنا احنا بمجرد ما بدانا مرحله الاحلال لقينا ربنا سبحانه وتعالى يعني اكرمنا ويسر علينا وما شاء الله اقبال الناس على المسجد عشان نبدا نحط الارضيه والحصير شويه ولقينا نفسنا احنا جاهزين تمام ان احنا نحط القواعد زي ما هو واضح قدامنا في الصوره فالمسجد ما شاء الله فيه تسابق تحس ان فيه تسابق ليه بقى ما تعرفش دي حاجه بتاعت ربنا اهل القريه هناك اهل خير واهل كرم كبير جدا حرصهم ان يكون عندهم مسجد وخصوصا لما شفنا الحاله بتاعه المسجد قبل الاحلال بتاعه لا حاله لا تسر يا سلام هو كل حاجه شيخ حافظ أي. أيوة بيقول لك ايه اللي بيطلع من القلب على طول بيوصل القلب أيوة الارسال اضبط موجه قلبك على ارسال ربك على طول طلقة الموجه والذبذبات تشتغل والمشاعر والاحاسيس تجري في الشرايين ايوه تتسربل زي ما يقولوا باللغه العربيه الحلوه تتسربل في الشرايين والافئده تتحول في حياتنا لعمل حقيقي ايوه طب تخلينا نروح فصل قصير ونرجع دي. تاني ونقول لك دايما قلبك بيدلك معانا في مؤسسه نبض الحياه دايما يجمعنا طريق اهلا بحضراتكم وما تخليش الابتسامه اللطيفه تفارق وشك وشوش الناس اهلا بيكم وبفكركم بعناوين مؤسسه نبض الحياه لسهوله وتيسير التواصل اللي دايما بنقول هو بيبدا باتصال جميل فيستمر في تواصل احلى ودائما بنروم وبنستهدف الوصل اللي بيستمر ما بين محب الحياه وبين مؤسسه نبض الحياه العناوين كان على الشاشه دلوقتي وبرجع للشيخ حافظ شيخ حافظ برحب بيك مجددا وبرحب بالساده المشاهدين ودائما واحنا بنتكلم بنقول اه الخير اللي جوانا والخير اللي بيطلع بقلب سليم دايما بيجمع الناس حواليه وبتبقى فيه مسارعه زي ما شفنا في التقرير اللي فات وهنروح لتقرير دلوقتي نشوف التقرير اللي معانا ونرجع لحضراتكم ابقوا معانا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين قصر الابيار ريح ريح حلوه يا عم مية, مية مؤسسة نبض الحياة هدفها دايما الوقوف بجانب اهالينا المستحقين في كل مكان ومن خلال مبادرة سقي الماء بمؤسسة نبض الحياة كان الاهتمام بحفر الابار التجميعية لمياه الامطار لاهالينا في سيدي براني والنجيلة والسلوم وغيرها حفر بير لتجميع مياه الامطار ورفع معاناه عن اسر بتمشي مسافات طويله للحصول على الميه وان الاسر في صحراء مطروح بتعيش في احواش فاحتياجهم لاكثر من بير في مكان واحد بيبقى ضروري مؤسسة نبض الحياة قدرت تنفذ أكثر من 1500 بير ولسه الاحتياج مستمر لأهالينا في صحراء مطروح بمساهمتك هتفوز بثواب كبير في حفر بير يكون لك دور نجاة في الآخرة مع مؤسسة طب الحياة هتحقق الصدقة الجاية وتفوز بالثواب في الدنيا والآخرة اهلا بحضراتكم وربنا يجمعنا دايما في طرق الخير امين يا رب العالمين يا رب يعني عطفا على اللي شفناه دلوقتي والتقرير عن الابار وابار مطروح في صحراء مطروح يعني زي ما كل حاجه وكل التفاصيل بتوضح وتشير ده احنا في الخير وده طاعه ومن احلى الطاعات مش كده ولا ايه؟ ايوه طبعا من احلى العبادات من احلى العبادات آه ايوه يا طاعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا على ان يعني ان يسقي الناس الماء وعباده لله سبحانه وتعالى ان انت بتحمد الله سبحانه وتعالى وبتشكر الله على انه اعطاك المقدره انك انت تساعد الناس في هذا الباب وهو باب يسير يعني وبالمناسبة احنا كنا حديث عهد بزياره في صحراء براني ورحنا النجيله والسلوم وكنا بنفتتح حوالي ما يقرب من حوالي 90 بير بفضل الله سبحانه وتعالى حديث عهد يعني لسه آه من لسه اليومين آه اللي فاتوا يعني ايوه بصيغه اخباريه مؤخرا <applause> يعني مؤخرا في <applause> الساعات القليله الماضيه وبرغم إن طول السفر ومشقة والمشقة اللي بتقابلنا هناك إلا أن الأمر بيهون قدام ابتسامة بتشوفها دعوة بتسمعها مم. أنت خلاص ربنا سبحانه وتعالى قدرك وان كنت سبب في قضاء حاجة أسرة بأكملها لأن البير ده مش مقتصر على شخص واحد أنت بتروح تقضي حاجة شخص لا الأبار اللي هناك بتبقى للأحواش بتبقى أسرة كاملة بتستفيد بيها وبتنتفع بيها بفضل الله سبحانه وتعالى وسقي الماء من الامور من الابواب اللي احنا نفسنا بنقضي بيها حوائجنا مش بنقضي بيها حوائج الناس الواحد عنده مشكله يعني يكون ليه صدقه في الماء فالله سبحانه وتعالى يقضي واحنا كنا بنقرا في كتب السير وفي كتب التاريخ عن ان انسان مريض يعني يروح يعني يستشير ان هو عالج هذا المرض وحاول إنه هو يعالج المشكله اللي عنده دي فينصحه حد يقول له روح احفر بير لما يروح يحفر بير فالمشكله اللي عنده تروح يعني احنا كمان بنعالج نفسنا بمثل هذه الابواب ايوه بنعالج نفسنا بمثل هذه الابواب وتبنيه من القلب وتبنية. السليم الحلو الجميل أيوة. يعني مليان حب وبيتعافى ايوه بالعمل بحافة. ده آه. والله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام لما قال في الحديث الشريف ما خلق الله من داء الا وخلق معه دواء الدواء هل الدواء ده مقتصر على الحاجات المعروفه الماديه اللي بينا ان انت تاخد مثلا عشب معين او تاخد مثلا برشام معين او او معينه او, معين أو حقل معينه هل هو ده بس لا في ادويه من نوع اخر الادويه اللي من نوع اخر زي العمل الصالح ده العمل الصالح ده يعتبر دواء والانسان اذا دخل على الله سبحانه وتعالى بهذه النيه يجد عجبا زي ما كان في مداواه القرآن الكريم ما هو ده مداواه لما الصحابي يعني يطبب ويعني ويق ويق ويشوف حد تقرصه حية فيقرأ سورة الفاتحة ويشفى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وما أدرك أنها شفية سورة الفاتحة وما أدرك أنها شفية عرفت مني مم. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه استخدم القرآن في الشفاء طب أنا النهاردة لما يكون في قضاء حوائج الناس وده أمر معروف بالاستقراء كتير جدا من الناس اللي كانت يعني محرومة من الذرية وكان عندها مشكلة في, في الإنجاب الله سبحانه وتعالى وهبها وفتح لها بسبب البذل والصدقه. وده احنا سمعناه من الناس ومن الاهالي الام اللي تيجي تكلمك تقول والله ده انا ربنا شفى لي بنتي بسبب هذا الامر. ده ده معروف بالاستقراء يعني انا مش بقول ان في نص قراني بيقول كده ولا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام بيقول كده. لا انا بقول ان هذه امور معروفه بالاستقراء. اللي كان عنده ابنه مريض شفاه الله سبحانه وتعالى ببذل الصدقه. يعني هو بالصدقه مش هذا اليس هذا حديث شريف؟ يعني في العلماء تكلموا فيه وليس قالوا انه ليس حديث ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحنا هناخد راي ده ما عندناش مشكله م -م. ما عندناش مشكله ولكن احنا الان بنتكلم بالمعروف قدام عينك ما تعارف الناس عليه وما استقراته الاخبار واخبار كثيره جدا عن ان الانسان كان عنده مشكله وبذل في الصدقه فشفاه الله سبحانه وتعالى. اللي كان عنده اشكاليه مع ابنه او مشكله مع ابنه والله سبحانه وتعالى فرج عنه ب ب بسبب الصدقه فده امر متعارف عليه انا لا استطيع ان انكره والناس تعرفت على هذا الامر وده من فضل الله سبحانه وتعالى عشان كده وجود مؤسسات المجتمع المدني هي اللي بتساعد في انتشار هذه الاعمال الخيريه وانواعها لانها بتقدر توصل لهذه الاماكن وانا بقول لحضرتك ان ان القرى هناك والمناطق هناك الصحراويه البحته هو ده سبب معيشتهم وعمارتهم لهذا المكان وانا موجود في الرحله اللي فاتت ديت يعني استوقفتني ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى وانا ماشي كده على الارض الصخريه الصلبه اللي فيها معاناه في حفر البير ده في قول الله عز وجل اولم يروا ان نسوق الماء الله سبحانه وتعالى امر الانسان امر الانسان ان هو يتامل في حركه الحياه ومن حركة الحياة حركة استحاب وحركة المال بي بي بينزل ازاي وايه اللي بيحصل لما ينزل ايه المال؟ من ايات الله سبحانه يعني وتعالى تتامل في هذا الامر آه والتامل هنا عبادة أيوه والعبادة هنا طاعة أيوه يعني يعني تورثك هذه الحسنات وتورثك العمل الصالح وتعظيم لله سبحانه وتعالى طبعا وتقول الله اكبر أيوه سبحان الله وتسبح آه الله سبحانه وتعالى فلما آه تقرا اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرزي أرض الصلبة مم مم فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم فنظرت الى الى الثروه الحيوانيه اللي موجوده عند أهلينا هناك من الخراف والماعز والطيور الموجوده تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون؟ زي الانسان ما يتفكرش في هذا الامر ويتامل في هذا الامر طيب الانسان الـ الـ ان هذه الحيوانات الله سبحانه وتعالى تكفل باخراج النبات له طيب والانسان الانسان, الإنسان عليه ان يبذل الإنسان يحتاج إلى جهد إن هو يمسك هذا الماء الذي نزل من السماء فكانت الوسيلة متمثلة في هذه الأبار اللي مؤسسة نبض الحياة بتروح تحفر وإحنا ما كناش نقدر نوصل للعدد ده بفضل الله سبحانه وتعالى الرحلة الواحدة وصلنا لحد حاجة والتسعين بير يعني الرحلة الأخيرة دي وفي رحلات تانية كان بيبقى فيها بالمئة بير وحالات بيبقى فيها بالخمسين بير كل ده إلا بتعاون الناس معنا بفضل الله سبحانه وتعالى وإيمانا من الناس بأهمية صدقة الماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليها توجيها مباشرا خصوصا عن المتوفى وحديث سيدنا سعد اللي محتاج ان هو نقف عنده وقفه كبيره جدا لما النبي عليه الصلاه والسلام وصاه لما سال عن صدقه يتصدق بها عن امي قال عليك بسقي الماء فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا النوع من الصدقه وده المحفز القوي لنا والدافع لهذه الصدقه يعني سقي الماء وما فيه من الخير الذي دلنا عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم الله مع مزيد من التوضيح والتفاصيل في سياق تقرير عن الآبار وقد ايه مؤسسة نبض الحياة بتجمعنا دايما في الخير وقلبك هيدلك بعض في طريق الخير شيخ حافظ واحنا بنقول الابار وبنشوف تفاصيل التقارير والابار يعني في موسم الشتاء مهمه قوي 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 قد ايه فعل الخير لما يكون في الاون تايم والان تايم في الوقت المحدد والوقت المناسب وبكل لغات العالم بن بنتكلم بالخير ونقول دايما ان طريق الخير بيجمع الكل ايوه دي حقيقه وفعلا كل حاجه لوقتها بتكون افضل الحاجة لما بتيجي في الوقت المناسب بتاعها وبالطريقة المناسبة هي دي عين الإتقان في الصدقة. وفي العمل بصفة عامة، ولكن الصدقة خصوصًا لما تبقى طالعة في وقتها في الوقت المناسب وفي المكان المناسب بالشكل المناسب بتكون أحرى بالقبول عند الله سبحانه وتعالى. <applause> لأنك أنت هنا ما اخترتش بهواك، أنت اخترت بناءً على احتياج الناس. أنت ممكن تقول لا طب والله خلاص أنا هعمل الكلام دوت في فصل الصيف. لكن لما يجي فصل الشتاء وتبقى عارف إن ده موسم المطر اللي هم بينتظروه من السنة للسنة. عشان يحوشوا فيه المية ويمسكوا فيه المية فأنت تختار الوقت المناسب ليهم ده من توفيق الله سبحانه وتعالى عشان كده الرحلة دي كان معانا عدد أبار ما شاء الله قوة إلا بالله كبير ليه؟ لأن الناس اختارت التوقيت المناسب اللي تعمل فيه الأبار وتجدد العهد والنية مع الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح ولقينا كمان أن ما شاء الله على خلاف الرحلات السابقة أن عدد الأبار اللي اللي قرر المتبرع ان هو يختارها بالشكل ده وان كانت بتكلفه التكلفه بتاعتها اكبر شويه عن البير العادي اختار ايه اختار ان انت تعمل له خزان وتعمل له حنفيات وتعمل له موتور عشان خاطر البير اللي يتخزن المية اللي تتخزن في البير تطلع بشكل اسهل <applause> انت عارف شوف حضرتك البير اللي هم بيطلعوا بين منه الجردل الصغير ده بالشكل التقليدي اللي احنا بنشوفه اه فهم ما عندهمش دلوه فأدلى شوف ما هو ده المعنى فأدلى دلوه يعني نزل الجردل تحت <applause> ايوه فما عندوش اشكاليه في الايه؟ في ده. طيب في حد متبرع تاني يقول لك لا انا عايز في مزيد من من التجويد ومن الاحسان لهذا العمل بعمله ايه؟ بعمله بالشكل ده اللي يسهل عليه يخليه زي ما انا في البيت بفتح الحنفيه تنزل لي ميه هو كمان لما بقدم عمل لله سبحانه وتعالى وبحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه الموجوده عندي بحمد الله بقدر النعيم اللي انا بتنعم بيه. فبيسر له وسهله عشان يفتح هو كمان الحنفيه تجي له الميه وتنزل له الميه ليه يبذل مشقه في بذلها مع ان انت يسرتها له بانك انت وفرت له السبيل اللي يمسك بيه ميه المطر لكن هو يقول لك لا انا عايزه يفتح الحنفيه فيشرب منها بسهوله ويسر وده له حسابات عند الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا سيدنا الامام علي يقول كلمه رائعه بيسموا بيسم هذه الكلمات الكلمات الشريفه الكلمات اللي كلها خير قيمه المرء فيما يحسنه ان تقدم لمن امامك افضل شيء واحلى شيء بتصل فيها الى درجه الاحسان وقد ايه وانت بتبذل لغيرك بتشوف الميه في بيتك عايز تحفظ هذه النعمه وانت بتاكل في بيتك عايز تحفظ هذه النعمه وسبيلها الشكر والحفاظ عليها انك تبذل لغيرك عشان تبقى نفس النعمه عنده ايوه انت تستشعر بقى ما احنا احنا بنقول ان اللي بيبذل النعمه بيستشعر ان اللي قدامه ده هو مكاني فانا اقدمها كانما اقدمها لنفسي وده شكل من اشكال تطيب الصدقه احنا اتعلمنا من امهات المؤمنين كانوا بيعملوا ايه كانت احداهن تطيب الصدقه قبل ان تعطيها للسائل تبخرها تحط عليها أي عطر طيب او تعطرها تقع في يد الله قبل يد السائل الله اللي عمل البير واختار انه هيكون بالشكل ده وبذل لي مال اكثر من المعتاد مع ان الاهالي مرتضيه الشكل القديم ده ما عندوش مشكله فيه هو بمثابه من وضع الطيب على صدقته اللهم تقبل منا كل اعمالنا آمين. واجعل كل اعمالنا خالصه لوجهك يا رب العالمين فاصل ونعود اهلا بحضراتكم وبنفكركم دايما بعناوين مؤسسه نبض الحياه عشان سهوله وتيسير الاتصال والتواصل والوصل الجميل. اهلا بيكم ودايما في سياق تقاريرنا المزيد من الفرحه، المزيد من البهجه، المزيد من حب الخير، والخير يحب الزياده. خلينا نروح لتقرير عن وقف النخيل الخير المبارك ونرجع لحضراتكم. المرحله السادسه في وقف النخيل لمؤسسه نبض الحياه كانت المتابعه والرعايه للنخيل من اول يوم وكل متبرع جه وزرع نخلته في المرحله السادسه شاف النجاح اللي حققته نبض الحياه على ارض الفرفرة في اطار الحث الدائم لمؤسسه نبض الحياه على المتابعه المستمره لمشروع وقف النخيل الخيري في كل مراحله عشنا مع بعض في المرحلة الأولى وشفنا التطور اللي وقع فيها وعشنا مع بعض في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة والخامسة، وبكلم حضراتكم من المرحلة السادسة. ولأن نبض الحياة بتوفي بعدها فهناك زيارات ومتابعة مستمرة لكل نخلات زرعت، ومش بس كده، كمان في إشراف زراعي على أعلى مستوى لمتابعة نمو الفسايل اللي تمت زراعتها. وبفضل من ربنا عز وجل زي ما حضراتكم شايفين رعاية مستمرة في كل لحظة. شفنا دلوقتي الفسيلة وهي حواليها الكيب، الكيب ده إيه؟ الكيب دوت لحماية الفسيلة لأن هي لسه صغيرة فلازم نحميها من عوامل الجوية وكل متبرع بنخلة يقدر يطمن على نخلته من خلال التواصل مع مؤسسة نبض الحياة وكل ده عشان نبض الحياة بتحافظ على المصداقية مع كل اللي وافقوا فيها ويساهموا معاها في وقف النخيل دي صدقات حضراتكم اللي بترعاها مؤسسة نبض الحياة لحظة بلحظة بكلم حضراتكم من المرحلة السادسة اللي كانت بجد مرحلة ممتعة ومنتظرينكم في السابعة وعشان يفضل باب الخير مفتوح هيكون في زراعة للمرحلة السابعة بوقف النخيل في 27 و 28 ابريل القادم. وكمان مؤسسة نبض الحياة قررت ان باب المساهمة يفضل متاح للمشاركة حتى اخر يوم من ايام زراعة المرحلة الجديدة. اهلا بحضراتكم من اول لحظة مشينا فيها على الارض اللي فيها البركه الارض اللي فيها وقف النخيل الخيري لمؤسسه نبض الحياه بالوادي الجديد بالفرفره بسهل قروين يا شيخ حافظ واحنا استشعرنا وكل واحد بيروح هناك بيستشعر قد أي ايه هو في طاعه قد ايه هو في عباده قد ايه البركات جايه كده والنفحات ماليه المكان أه مكالمة تليفون جاتني من كام يوم كده فبيسألني أخ من المتبرعين المتصدقين اللي معانا اللي هو بيحرص جدا أنه يكون معانا في كل مرحلة بيقول لي, لي, هو أنا دلوقتي معايا مبلغ وعايز أعمل بيه كام نخلة بس أنا عايز أستنى لحد بعد رمضان عشان هيكون معايا فلوس تاني والسؤال ده أنا اتسألته برضو في, في رمضان اللي فات نفس السؤال ولكن من اشخاص هو بيجي مختلف. لك كل رمضان على يعني على لا من اشخاص قبل قبل, قبل يعني استشراف خلال <applause> رمضان انت بتشوفه من اشخاص مختلف. بيجي لك السؤال وكل سنه وحضراتكم طيبين وجعل الله كل <applause> ايامنا ايام خير وايام بركه يا رب العالمين اللهم, اللهم امين فهو بيسال السؤال شخص ثاني مختلف نفس السؤال انا دلوقتي معايا مبلغ وهعمل بيه نخل بس انا عايز استنى لبعد رمضان عشان خاطر هزود عدد النخل اللي هعمله فهلحق ولا مش هلحق ده ايه لازم تجي لي كده مباشرة اللي هي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم يعني إيه سابقوا إلى مغفرة من ربكم؟ يعني أنت بتسابق إلى ما فيه أو أسباب المغفرة من الله سبحانه وتعالى فكونوا حريص على هذا الأمر وحرصوا على أن هو يلحق موسم الزراعة معانا ده إيمان رائع جدا من الناس بالمسألة دي الناس عندها إيمان كامل يا أستاذنا بأهمية هذا الوقف وقد إيه الوقف ده هم بيتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى وقد الوقف ده ممكن يكون سبب في فتح ابواب خير كتير جدا على ناس وقف النخيل بيمثل لينا درة التاج حرفيا في مؤسسة نبض الحياة وقف النخيل بالنسبة لنا هو المخدماتي وأنا بستخدم كلمة المخدماتي دي على كل ملفات المؤسسة وكل ملفات الخير بفضل الله سبحانه وتعالى وقف النخيل هو اللي يخليك لما تنزل تعمل وصلات في بعض الأماكن ما تلاقيش نفسك بتعمل لبيتين تلاتة وسايب الباقي وقف النخيل هو اللي يخليك لما حد يطلب منك سداد ديون غارمين وغارمات تلاقي نفسك قادر تسد ده وقف النخيل لما يكون عندك مسجد واثنين وثلاثة واربعة زي الوقت الحالي اللي معانا تلاقي نفسك شغال في كل المساجد بنفس القوة وبنفس الطاقة وبنفس سرعة الإنجاز وقف النخيل هو اللي يخليني لما يكون عندي أبار في مطروح رايحة افتتاحها أعمل كل الكمية المطلوبة مني ما فيش عندي قائمة انتظار وقف النخيل هو اللي هيخلي مفيش قائمة انتظار لان كل حاجة هتطلب منك هتقدر تغطيها وتقدر تعملها يعني خليني اتصور تصور مهم جدا وقف النخيل ده عامل زي ايه يعني البحيرة الكبيرة اللي بتبقى اساس فروع انهار فانهار الخير اللي هتيجي من الينابيع الصافية اللي جاية من وقف النخيل الخيري أيوه. هيجري في مسارات كتيرة وفروع كتيرة في التعليم في الصحة في تجهيز العرايس حاجات كتيرة أوي قوي تمويل لكل المبادرات مبادرات الخير ملفات الخير أيوة أيا كان التشبيه حضرتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله اخترت تشبيه رائع جدا وأيا كان التشبيه اللي بدر في ذهني أو ذهن حضرتك أو ذهن حتى المشاهد هو وقف النخيل فعلا هو اللي بيخدم على كل هذه وهو النبع والمصدر إن شاء الله بإذن الله تعالى اللي احنا هنشتغل بيه في كل الملفات عشان كده كان في توفيق من الله سبحانه وتعالى بايمان الناس الناس مؤمنه باهميه هذا الوقف وكمان ما شاء الله مساندتهم لنا ومساعدتهم لنا هي اللي خلتنا ان احنا النهارده نوصل واحنا بنجدد الدعوه وبننادي بنقول يا جماعه احنا ان شاء الله داخلين على المرحله السابعه ما كناش نقدر نعمل ده لوحدنا مع ضخامه العمل ما شاء الله لا قوه الا بالله واهميته إلا إن ربنا سبحانه وتعالى أتم علينا وإحنا إن شاء الله بإذن الله السنة دي هيكون في بشاير يعني مش هنخرج من 2024 يا رب. إلا وهنشوف بشاير يا رب. إن شاء الله بإذن الله تعالى والناس تأنس ويعني زي ما بيقولوا كده فرحة الم المتسابقين الأوائل أو السابقين الأوائل أو المتبرعين الأوائل والمتصدقين الأوائل والمشاركين الأوائل فرحتهم هتكون غير فرحة مختلفة خلي بالك برضو خليني أنت بت بتشغل خيالي <applause> و يعني فرحة السابقين الأوائل أيوه عايزين يلحق بهم بشوء أيوه عايز ألحق بيهم أنا ك ك ك كواقف أو واهب بعد كده في المراحل التالية عندي شوق أني ألحق بالسابقين أيوه إن شاء وكل الله؟ هذه المشاعر بتخلينا في إطار وسارعوا وسابقوا أيوه والمسارعة والمسابقة فيها منافسة وفي أيوه ذلك فليتنافس المتنافسون أيوه وما أجمل أن يكون التنافس دائماً رائعاً وراقيا وشريفا ونبيلا في طريق الخير الأصل في التنافس الشريف اللي هو مقصوده رضا الله سبحانه وتعالى الله. أنه يؤلف يؤلف بين القلوب ويؤلف بين المجتمع وبعضه ويؤلف بين كل الناس ليه؟ لأن يعني إحنا بنتنافس فيه أنا وحضرتك وغيري وغيرنا بيتنافسوا في خدمة أهالينا اللي هم يعني زي ما كده سادتنا يقولوا إيه؟ وما لذة العيش فيه إلا صحبة, صحبة الفقراء. الفقر هم السلاطين والسادات والأمر آه. هي دي لذة العيش. طب ما نكمل أكمل البيت الحلو فاصحبهم <applause> وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك ورا أيوه. يعني خليك دايما يعني حظ نفسك أنت بقى مؤخر. أنا أشتر حظ... نفسك خليك مستتر. لأن هم آه. قدمهم قدامك. كن ضميرا أنا... مستترا. أقدمهم آه. قدامي إزاي؟ بخدمتهم، طب خدمتهم بتكون في قضاء حوائجهم. طب أنا النهارده أنا بأسس لقضاء حوائجهم مش بقضي حاجتهم حاجه مباشره فقط لا ده انا بقضي حوائجهم إيه الى ما شاء الله سبحانه وتعالى وده كان متمثل معانا في وقف النخيل واحنا تعلمنا حتى من الصحابه كده لما الصحابه كانوا يتنافسوا في عمل الخير ويتسابقوا كان ده بيعمل, بيعمل الفه بين قلوبهم فانت متخيل المجتمع كله اصلا بسبب التنافس في عمل الخير المجتمع كله يحب بعضه انا وحضرتك وكل بي كل اللي بيساهموا لما يتقابلوا في موسم الزراعه تلاقي فيه الفه وتالف بينهم ومحبه وراحه نفسيه بينهم ادي هم حصل بينهم هذه الالفه وهذا التحاب طيب المنتفع بوقف النخيل نفسه لما ينظر ويشوف هذا النفع اللي هيعود عليا وعلى بيتي اللي عنده بيت محتاج يسقفه لما يشوف ده يقول ان شاء الله تؤتي ثمارها لحد عندي لما يشوف الكلام ده بنفسه يحصل منه حب مبذول لكل واحد اصلا فكره مشغول بهذا الامر وكمان الـ الـ هذه المبادرات وقف النخيل الخيري ده ليه مفهوم تنمو كبير ليه مفهوم يعني في جمهوريتنا الجديدة في دولتنا العظيمة اللي بتقسم أدوار للمشاركة في التنمية وبتحدد الأدوار وبتحدد دور كل يعني ضلع من أضلاع المثلث مثلث التنمية أيوه اللي هي الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسة المجتمع المدني أيوه ليه؟ لأن جمهوريتنا الجديدة بتستشرف في مستقبل الميمون بهذه الشراكة الحقيقية وإن كلنا نشتغل على أرض الواقع عشان نخطو خطوات عملاقة تجاه هذا المستقبل أيوة. ودايما بنقول ان الـ الـ الفكر المؤسسي بيطور من نفسه أيوة. يعني ممكن بعد كده الامور تاخد المبادرات تاخد اشكال مختلفه ومتنوعه عشان الخير يعم وتتسع دوائره ايوه وهذه الشراكه بتتمثل في التيسيرات اللي انت بتاخدها عشان تتحصل على قطعه الارض وتشتغل عليه ولما يشوفوا جديتك وشغلك ولما يشوف ان انت ما شاء الله بتعمر وبتثمر انا عايز اقول لحضرتك ان المنطقه هناك في سهل قروي بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل وجود مؤسسه نبض الحياه المنطقه كلها بقت شكل مختلف تماما والناس اللي كانوا معانا في كل مرحله هم في كل مرحله بيشوفوا جديد بيشوفوا شكل مختلف للمنطقه مش بس المزرعه اللي موجوده هناك وقف النخيل بـ بالفسيله اللي هي ب 5000 جنيه انا مش يعني مش متخيل ان انا ب 5000 جنيه انا بتصدق بيهم واتبرع بيهم يعني وارجو بهم ما عند الله سبحانه وتعالى انا بغير معالم مش معالم في مساله عمل الخير بس ان هو مع عمل الخير بعد ذلك يستند ليه ركن ركين ومستند الى اساس موجود عنده مش مش فقط ده معالم الارض نفسها بتتغير لانك انت انبت في الارض وعمرت في الارض احساسي بهذا الامر هو اللي بيكون الدافع القوي ليا ان يكون ليا مساهمه واثنين وثلاثه وفي المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة عشان كده أنا بتوقع أن المرحلة السابعة اللي معانا هيكون فيها مفاجآت من نوع خاص بوجود جدو وجوه جديدة وناس أسمائها اتضمت معانا وبدعم, وبدعم وبدعم السابقين يعني أيوة. عشان يعني طب يا شيخ حافظ لو أنا جيت مرة وقلت لك شيخ حافظ في عيد إيه ميلادك كده قلت لك كل سنة وأنت طيب وأدي صك نخلة جايبهولك هدية الله ليك الله, الله في حياتك الله وفي حياة محبينك الله ايه رايك في الهدية اللي زي كده؟ مفهوم الهدية النهارده يعني ما نغير مفهوم الهدية بشكل نسبي مش بشكل مطلق يعني مش مش لازم تكون هدايانا كده كلها عشان برضه الفرايتي أو التنوع بيخلي في نوع من الثراء في حياتنا كل ما تتنوع إيه الأشياء في حياتنا كل ما يعني تبقى حياتنا أجمل وأحلى فهديتك مثلا المرة دي جبتلك لك صك نخلة أهديت لحبيبنا للرحل الذي رحل عنا يعني ونقول دي صدى جارية على روحه هي منتشره بين يعني تبذل من الاحياء للاموات آه الهديه باشكال مختلفه وده ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني اكثر عملنا في في الهدايا المهداة للمتوفين ولكن حقيقي ان انت تهدي لحد يعني موجود وفي عيد ميلاده او في مناسبه مثلا في مناسبه زواجه في آه. حصوله على البكالوريوس، في حصوله أو على في أو هدية مطلقة أو هدية مطلقة عايزين مطلق. نهادي حد يعني بنحبه وكده وبعدين <applause> مش لازم نستنى مناسبة، التعبير أي. عن الحب لا يحتاج إلى مناسبة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا تعوزه لمجرد الإحساس ما تعبر. صلى الله عليه وسلم أمّا ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم تهاد وتحب صحيح. وأنت بتشتري محبة الناس وقلوب الناس بهذه الهدايا البسيطة. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة، وهذه الهدية لها وقع في النفس أكبر بكتير جدا من الهدية المادية اللي نفعها عاجل نفعها دنيوي فقط لكن الهدية اللي نفعها أخروي دي بتكسب النفس راحة وطمأنينة وبتشعر ايه أن الشخص ده حريص فعلا عليك أخرويا يعني ممكن اهدي نخلة أو صك نخلة لحد عشان ربنا يهديه حد مثلا ما بيصليش فيا رب هذه النخلة شوفوا فلان بقى القلب السليم. آه. يا رب من اهدي, إهدي وردوا ليك يصلي يا رب الله رب إيه يرده رده اليك مردا جميلا اللهم امين يا رب العالمين ردنا هديك. اليك ردنا اليك جميعا آمين مردا جميلا اللهم امين يا رب العالمين هذا ده نوع من انواع الهدايا فكل واحد بيتفنن في التعامل مع الله سبحانه وتعالى ازاي ازاي اخرج صدقتي بشكل مختلف بنيه مختلفه بوسع دائره النيه بتاعتي عشان أخذ اكبر الحظ واوفر النصيب من الصدقه دي والله سبحانه وتعالى عطاه اعظم وكل ما تتفنن يتفنن الانسان وزي ما الانسان بيستدر رحمه الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى كذلك الانسان يستدر رحمه الله سبحانه وتعالى بتوسيع النيه بتاعته في عمل الخير واحنا ان شاء الله بنجدد مؤسسه نبض الحياه بتجدد الدعوه لكل الساده المشاهدين في الموسم السابع اللي هيكون في يوم 27 و28 ابريل ان شاء الله ويا ريت ان شاء الله نشوف كل اللي بيشوفنا معانا واحنا منتظرينكم ومستعدين والارض مشتاقه والارض مستعده باذن الله تعالى ان شاء الله نكون صحبه زي ما كنا صحبه في عمل الخير ان شاء الله نكون صحبه في الجنه يا رب العالمين والقلوب الحلوه دايما يقولك القلب الحلو زي الارض الشرائي الارض الشرائي المتشققه عطشا فلما تنزل فيها الميه تضم كده وتنبت اعواد دره وقمح وورد وكل حاجه حلوه هي دايما القلوب كده لما ترويها بماء الحب تنبت حب وتفوح منها رائحه السعاده والبهجه والخير لكل الناس. بشكرك شكرا جزيلا الشيخ حافظ عبد الحليم ودايما من خلال هذه اللقاءات بتتضح لنا هذه المفاهيم اللي من خلالها بنسير في طريق الخير مع بعض. الشكر موصول لحضرتك وللساده المشاهدين، نسال الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا وان يجعل كل كلمه قلناها في موازين حسناتنا يا رب العالمين وان تخرج خالصه مخلصه فيه يا رب العالمين. اللهم امين اللهم امين اللهم امين وبتصلكم المباشر والمستمر ب 15740 الخط الساخن لمؤسسه نبض الحياه هنحقق لك كل رغباتك في طريق الخير وقلبك دايما هيدلك دمتم في رعايه الله وامنه